يعني اجمل حاجه في الكوره انها بتبهج الناس وبفرح الناس وبتسعد الناس. عشنا شهر من اروع الشهور اللي الواحد عاشها مع كاس الامم الافريقيه بالانجاز الكبير اللي حققه منتخب مصر. مش انجاز بس ان احنا نوصل فاينل، احنا خسرنا البطوله، والانجاز الحقيقي طبعا انك تكسب البطوله، بس هي الفرحه ان انت كنت بتتخطى وان انت كنت بتكسب وان انت بتواجه حاجات صعبه جدا، اصابات ومشاكل وحواديت ومنتخبات قويه، وتقابل كوت ديفوار بكل قوتها، وتقابل المغرب بكل قوتها، وتقابل الكاميرون بكل قوتها، وتقابل السنغال بكل قوتها. كنا بنتخطى عقبه بعد عقبه بعد عقبه بعد عقبه لغايه ما خسرنا اللقب بركلات الترجيح، وده حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فكانت الناس مبسوطه جدا وسعيده جدا رغم خساره اللقب، لان الناس حست ان في مجهود كبير جدا اتقدم وان الناس كلها تكتفت. رحنا بعد كده كاس العالم للانديه من خلال النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه جدا وقاسيه جدا، وده بجد هي مش مبالغه، هي مش بحث عن مبررات كانت قبل البطوله للنادي الاهلي، انما الكورونا واصابات ومشاكل وفرقه ما اتجمعتش ومواعيد متضاربه مع كاس الامم، حواديت كتيره جدا تاثر على اي فرقه. ورغم كده الاهلي اثبت المقوله بتاعته ان الاهلي بمن حضر، وقدر النادي الاهلي من اول دقيقه ومن اول ثانيه ان هو يكسب مونتير المكسيكي ويظهر ان فعلا في معدن للاعب المصري. ادي المصري الروح ينتج لك جامد جدا. لعبت الاهلي كان عندها روح عاليه جدا في البطوله دي، الروح دي بص داست على كل الظروف وداست على كل المشاكل وداست على اي شيء كان ممكن يعطل النادي الاهلي عشان يكسب الميداليه البرونزيه لكاس العالم للانديه. وده انجاز كبير جدا على فكره، لان انت لما هستعرض معاكم دلوقتي حتى الدنيا بره بتقول ايه، الاهلي متصدر، تشيلسي طبعا بالميراس ده بطل البطوله، تشيلسي بالميراس الثاني، بس الاهلي الثالث، والاهلي بقى حديث الوكالات كلها. علشان كده احنا كان عندنا حرص نعمل اغنيه دي وتتفرجوا عليها، ان الاهلي فعلا في اي تي سي بنهني النادي الاهلي على هذا الانتصار، وبنهني النادي الاهلي على هذا الانجاز، وبنقول للاهلي الف مبروك الميداليه البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي اللي في كاس العالم للانديه. اول مره كانت في 2006، يعني يمكن عندنا استعراض اهو هوريكم، كان في كده حاجه معموله جرافيك الثلاث بطولات الثلاث ميداليات اللي حققها النادي الاهلي في 2006، حقق الميداليه البرونزيه مع مانويل جوزيه، في 2021 حقق الميداليه البرونزيه مع موسيماني، 2022 حقق الميداليه البرونزيه برضه مع موسيماني. وده انجاز الحقيقه، ويحسب للاهلي ويحسب لموسيماني.